نحن نتواجد الآن في مدينة أسفي في هذا الفضاء الطبيعي البكر اللي كنسموه احنا هنا الجرف، هو في الساحل الشمالي مباشرة في الساحل الشمالي داخل المدار الحضاري ديال مدينة أسفي. وهذا الفضاء هذا الطبيعي البكر يعني واحد من ميزات الخصوصية ديال مدينة أسفي أنه داخل المجال الحضاري تلقاو أوساط طبيعية بكر بحال هذا، وشيء يعني نادر ما كنلقاوه يعني في بعض المدن. إذا شنو هو الجرف؟ هو عبارة على واحد الفضاء طبيعي متميز من حيث التنوع ديالو الجيولوجي الجيومورفولوجي، من حيث التنوع الغطاء النباتي، الوحش اللي كيتواجد هنا، البحر، الساحل، وكذلك يضم كمنتجع سياحي واحد التنوع طبيعي وثقافي متميز. اولا تيبدا هو طبيعيا من المصب ديال واد الباشا يعني الضفه اليمنى، وانت غادي يعني في على طول الساحل الشمالي الى بنور معلى فاطنه الى الكاب بالدوزك، حيث كتنتهي هذه سلسله الاجراف اللي احنا فيها الان. الاهميه ديال هذا المكان تنبع من انه فضاء كفضاء طبيعي وكوسط طبيعي يعني قابل للتهيئه من اجل اعطاء مدينه اسفي فضاءات للتهيئه للترفيه وللسياحه الطبيعيه ولفتح منتجعات جديده لملء الفراغ التي تعرفه مدينه اسفي فيما يتعلق بتهيئه المجالات السياحيه. كانت تجربة أولى ناجحة وهي ديال التهيئة ديال المنتجع ديال راس الأفعى في الفترة الأخيرة، بحيث أصبح هذا المنتجع يعني قبلة للزوار ديال المحليين أو الوطنيين أو حتى الدوليين. يمكننا من خلال بعض المؤشرات باش نشوفوا الأهمية ديال التهيئة المجالية ملي تتكون في المستوى ديالها، كيفاش تكون الواقع ديالها على المشهد ديال الحضاري بشكل عام. دونك الا خدينا مثلا النسبه ديال الزوار قبل وبعد التهيئه، تلقاو بان هذه النسبه قفزت بواحد الشكل مثير للانتباه، وذلك نتيجه التهيئه. اذا من خلال نموذج التهيئه منتجع دراس الافعى يمكننا ان يعني في مستقبل من الايام ان هذه التهيئه تشمل حتى المكان اللي احنا فيه والامتداد ديال الجزرف الى 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 الكاب بالدوزه. يعني الفكره الاساس بان التهيئه عندما تكون وفق مواصفات مهمه جدا فتكون الواقع ديالها اكيد على التنميه المستدامه وعلى تحفيز الديناميه التنمويه بشكل عام في المدينه. بالنسبه للفرص المتاحه عندنا في اسفي خصوصا في هذا الفضاء الطبيعي الجميل ديال التهيئه، كاين فرص حقيقيه اللي اصلا المدينه محتاجاها. دونك من خلال نموذج ديال راس الافعى يمكن لنا مستقبلا من خلال تضافر الجهود ديال جميع الفرقاء سواء بالنسبه للمؤسسات ديال الدوله او المجتمع المدني، ان هذاك النمط ديال التهيئه ديال راس الافعى يستمر في هذا الاتجاه هذا ديال الشمال في اتجاه برج الناظور. وكانت تجربه سابقه في الثمانينات ملي كانت شقت واحد الطريق وكنبدا واحد المشروع ولكن ما كملش. دونك اليوم عندنا فرص حقيقيه لتتمين هذا التراث اللي عندنا في الجرف، سواء في الجانب التراث الطبيعي او في يعني اللي فيه الجرف وفيه البحر، او في الجانب يعني التراث الثقافي، لان كاين هناك عده مواقع تم اكتشافها من طرف جمعيات مختصه مؤخرا اللي كتبين بانه هذا الموقع كان مأهول عبر حقب يعني قديمه، وبالتالي يعني الحاجه الى انجاز يعني حفريات وانجاز استكشافات في هذا المكان حقيقيه وكاينه ومحتاجه لها من اجل صبر اغوار واكتشاف جميع المقومات ديال هذا المكان. من النماذج الواعده اللي تنجزت في السنوات الاخيره هو المشروع ديال رابطه اسفي العالم والجمعيه المغربيه لتنميه السياحه المستدامه للاشتغال على مسارات سياحيه ديال السياحه الطبيعيه والسياحه الايكولوجيه، واللي هذه المنطقه اللي حنا كنتواجدوا فيها من اجمل المسارات الممكن اننا حنا نشتغلوا عليها، واللي فعلا كنشتغلوا عليها في اطار جمعيه رابطه اسفي العالم. دونك مسار سياحي لازموا الكثير من الامور ديال التهيئه
اولا فيما يتعلق بنيه الاستقبال والاقامه، دونك هنا خصنا تكون الحاجه اللي انجاز واحد البنيات بحال البنغالو يعني بالمواد بناء خفيفه، وكذلك تنشيط الرياضي يعني كل يعني الانشطه البحريه المرتبطه بالرياضات البحريه ممكن اننا حنا نمارسوها هنا، الغطس يعني السيرف، واحد كنعرفوا ان موقع ديال راس الفعا هو موقع عالمي، كذلك السياحه الجيومورفولوجيه، لانه هذه الاجراف اللي عندنا هي متميزه في المغرب كله، وكذلك يعني حتى السياحه الايكولوجيه، السياحه العلميه، السياحه البيداغوجيه، مسار جميل جدا ومتميز لانه يتيح لنا فرصه لتنويع داخل المسار مجموعه كبيره من الانشطه الرياضيه العلميه الثقافيه الى اخره. من اهم المميزات كذلك ديال الجرف عندنا في هذه المنطقه وهو شجرة الإرقان، يعني تتواجد داخل هذا الجرف واحد الكثافة كبيرة شجرة الإرقان، وكذلك المنار ديال برج الناظور اللي هو عنده واحد القيمة ديال كبناية هندسية عندها قيمة تراثية كبيرة، على غرار المنارات الأخرى المتواجدة على طول الساحل المغربي بحال المنارة ديال كاب بدوزة وغيرها من المنارات.